الأمثال الشعبية. يا سلام، أجدادنا لما كانوا في عز المعمعة سابوا اللي في إيديهم وطلعوا ورقة وقلم وقرروا يقعدوا يوزنوا الكلام ويعملوا له قفلة ويتعبوا روحهم. ليه؟ عشان نفسهم؟ لا طبعاً، هم لبسوا خلاص علشان إحنا، عشان راحتنا وسعادتنا واستقرارنا مستقبلنا اللي بعد كده. دول ما سابوش حاجة حضرتك إلا وجابوا قرارها، حتى أكتر الحاجات البديهية. قال لك يمكن برضو حد مش واخد باله ولا حاجة، أو كان بايت بره مثلاً ولا ظروفه كانت ملخبطة. فعملوا أول فئة من الأمثال هتكلم عليها النهاردة، وهي الأمثال البديهية. العين ما تعلاش عن الحاجب. للي مش عارف يا جماعة، العين ما بتعلاش عن الحاجب. نكتبها وتبقى مثل وتتوصف. صحيح المناخير والبق برضو ما بيقلوش عن الحاجب، بس ده مش موضوعنا. أما بقى لو هم قصدهم المعنى المجازي، إن يعني المقامات محفوظة وكده وبتاع، فأكيد يعني إن العين أعلى مقام جدا من شوية الشعر اللي فوقيها دول، تعلى ونص يعني لو حبت. يعني المثل ده مضروب لفظا ومعنى بصراحة. أو يقولك مثلا الدم عمره ما يبقى مية. دي حقيقة علمية على راسي من فوق بصراحة يعني. ولا اي حاجه تانية ممكن تبقى ميه بالمناسبه. يعني التلي عمره ما يبقى ميه، السحلب عمره ما يبقى ميه، الجوس عمره ما يبقى ميه. مش تمييز كبير يعني. وده ياخدنا المثل تاني نفس القطعيه، اللي هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. بجد؟ مع ان الفرق بينهم مش كبير يعني، واحده مبلوله واحده محروقه، عارف في الملموم. واللي بيشرب شاي خفيف مش زي اللي بينام النور مولع، او اللي بيحب الشوكولاته مش زي اللي بيحب ابن خالته. احتمالات لا نهائيه بقى نقعد نقول كده. او يقول لك مثلا صوابعك مش زي بعضيها. لا يا راجل، على اساس ان صوابعك انت اللي زي بعضيها يعني؟ انا لوحدي اللي كده؟ انت باربي يعني صوابعك سطر واحد بلاستيك؟ انت بتعايرني؟ حاجه مستفزه برضو انك تبدا تنظر وتفتي بمعلومات بدائيه بالمنظر ده. بس معلش برضو، احنا بنقول ايه؟ كل دي سنه اولى امثال بديهيه جت في اللذيذ وبنحتاجها على فكره. يعني انا ساعات ببص على صوابعي اقول ايه ده، سبحان الله دي مش زي بعضيها، اقول الناس دي كان عندها حق، صوابعك مش زي بعضيها. في كمان بقى نوعيه تانيه من الامثال العجيبه اللي في تراثنا، وهي امثال المصلحجيه. دول وحشين قوي. ان وقع بيت ابوك خد لك منه قالب، بغض النظر عن الرساله الانتهازيه القذره، اخد قالب اعمل بيه ايه؟ ينفع؟ او ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. يا ساتر، مفيش احقر من كده. اللي انه يقول لك مثلا ان جالك الطوفان حط ابنك التخين مثلا تحت رجليك عشان تعلى شويه صغير، يعني حطمت معنوياته وكمان هتفعصه برجليك وغالبا على الفاضي. يعني النص متر دول مش هينقذوك، ده طوفان، هتغرق وهتموت وانت واطي. او مثلا ايه، اربط الحمار مطرح ما يقول لك صاحبه. هو صاحبه مكسح عاجز مشلول؟ ما يربطه بنفسه، طالما هو بيكي قوي وتنك كده في اماكن ربطه حماره يقوم يشتغل. في نوع تاني بقى اوحش بكتير، اللي بسميها الامثال الاجراميه. دي اسوأ من المصلحجيه طبعا، لان دي مجرد ما انك تقول المثل بس دي تبقى جنحه يطلع على لسانك. يقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. ده مثل لاكل لحوم البشر والزومبيز، مش للبني ادمين طبعا الطبيعيين خالص. طبعا الاضمن كمان انك تفطر بيه قبل ما يتغدى بيك، خليك انصح منه بقى، او اتعشى بيه الليله اللي قبلها قبل ما هو يتسحر بيك. نقعد بقى ايه، نلف في الدايره دي، نرجع كده لورا لغايه ما نجيب اول السنه. وفي كمان اللي تعرف ديته اقتله كده بدون دافع، شر مطلق كده. طب وده يبقى موقفه في القضيه يبقى عامل ازاي؟ ده مفيش سبب واضح للقتل، مفيش موتيف، مفيش مصلحه. هيثبت الجريمه عليه يعني؟ هيقول ايه؟ مش يعني مثلا يقول له قتلته ليه؟ لا والله يا سيادتك، انا كنت لسه قابض وفاضي قاعد في الشغل، مفيش اي حاجه، عرفت ديته فقتلته كده. او مثلا على راي المثل، ان سرقت تسرق جمل. ده بقى الحرامي الغبي بعينه. اولا مش هيعرف يسلكه من صاحبه، لو عرف مش هيقدر يهرب بيه بسرعه. الجمل حتى لو ركبه الجمل بطيء ورخم، فهيخبيه فين؟ ايه النصيحه الوحشه دي؟ يقول لك مثلا اضرب المربوط يخاف السايب. طب وليه اللفه دي؟ ما تضرب السايب على طول، يعني المربوط مفيش منه خطر، او اضربهم هما الاثنين واخلص يعني لو انت جامد بقى. وبعدين هو ايه الكائن اللي مربوط؟ ليه الغموض ده؟ ما تفهمنا، فهمنا هو ايه عشان نفهم طبيعته وقوته ونفهم هينتقم ازاي، ده انا هضربه. فهمني. ده بيودينا بقى الامثال، انا بسميها امثال اصابات الملاعب. ضربوا العور على عينه، قال خسرانه خسرانه. ما تركزش يعني، هو احتمال يكون ضربوه على السليمه، بس هي بتتحط في اصابات الملاعب. او مثلا ايد لوحدها ما تسقفش، يعني انت بتغيظه مثلا، ايه البواخه دي؟ طب هيصفر، هيزغرط، هيتصرف يا رخم، ان لوحدها ما تسقفش، مالكش دعوه. او هبله ومسكوها طبله. امال هيمسكوها ايه؟ هيمسكوها حسابات شركه مقاولات؟ ما هي هبله. خايفين على الطبله كده ليه؟ يقول لك يا خبر ابيض، دي هبله ومسكوها، طب ما تسيبوها طبله. طبعا احنا عندنا شويه امثال طلاسم غير مفهومه خالص، زي احمد زي الحاج احمد. ده انا ما اعرفهمش ومش مهتم بصراحه يعني. ادي السما وادي الارض. ايوه، على ده خلص المثل كده. اوكي، او خد من عبد الله واتكل على الله. طب على الاقل قول لي عبد الله معاه ايه؟ هاخد من عبد الله، بس اديني هنت. او خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات.
ما يعني انا شايف يا جماعه دي حاجه طبيعيه ولازم كل واحده تروح لبيتها وعيالها برضو، لان يعني فاهم الوقت اتاخر وهيتفرقوا الخالات اكيد في يوم من الايام. او يقول لك مثلا الاسم طوبه والفعل امشير. اهلا وسهلا، الاسم احمد امين والفعل ممثل. يعني مش معنى انك صغت لاي كلام ده بشكل فيه قافيه ومتستف ورنان ان انا كده اشتريت. كفايه تضليل بقى، انا طول عمري بسمع جمله فلان ده هو اللي حرك المايه الراكده وافتكر ان هو عمل شغل جامد، في حين ان اسهل حاجه في الدنيا انك تحرك مايه راكده طوبه وتخلص الموضوع. او مثلا اللي بيحط صوابعه العشره في الشق كده ياس، يعني ده زهق، يعني ايه معناه؟ ما تعمل حاجه مفيده كده حليت مشكلتك، حاطط صوابعك العشره في الشق. بالعكس يا ابني، انت عندك مشاكل وصوابعك في الشق، يعني انت كده مزنوق ومش عارف لا تروح ولا تيجي. اخلع يعني، ما تعملش دي. يعني الناس عاملين اللي عليهم وزياده، حتى المايه الراكده يا اخي والجاريه ما سابوهاش. الامثال ما خلتش الاجداد بصراحه عاملين معانا احلى واجب، وايدين صوابعهم العشره شمع. علشان ثانيه واحده، هو ايه حكايه صوابعهم العشره شمع دي كمان؟ هل عشان صوابعنا مش زي بعضيها؟ ايه فقره الساحر دي؟ ابتزاز عاطفي رخيص.